اقدم ثلاث مهن في العالم، السحر والدعاره والشحاته. هي مهنه زي اي مهنه في العالم، انت بيبقى ليك شيفت 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات، الشيفت بتاعك بتخلصه بتروح بيتكم عادي. الفرق بينها وبين اي مهنه تانية ان العمل هنا حر والمقابل مجزي جدا. لازم تميز مكانك، اختار اماكن تحرج الناس. يعني مثلا واقف قدام بنك، الراجل يبقى خارج من الاي تي ام بيعد فلوسه واقفشه خد منه فلوس. يبقى خارج مثلا من مطعم السندوتش بيبوظ، وانما باشا ما فطرتش من الصبح، خدت بالك ما فطرتش عشان خارج من مطعم، خارج من محل ايس كريم بيلحس اقفشه عايز منه فلوس. يعني دايما اختار الاماكن اللي تحرج الناس. لازم برضو تميز زبونك، يعني لو حسيت ان اللي قدامك ده طالب جامعي يا رب تنجح يا باشا، لو حسيت ان اللي قدامك دول اتنين مرتبطين يا رب تتجوزوا يا باشا، لو حسيت ان الواد بيسرح بيها ومش هيرتبط اوعى تدعي الدعوه دي لانه ساعتها هديك في وشك. اختار اي حاجه تانية، ارجع تاني لحته النجاح، يا رب تنجح يا باشا. مثلا بيبقى في قهوه كده بنتجمع فيها كلنا، لو في اتنين مثلا شغالين في نفس المنطقه بيبدلوا ورديات مع بعض، لو في مثلا اب جاي يسرح ولاده بيجي لنا على القهوه، لو في حد جاي يقدم في الشغل انا بيجي لنا بنعمل له انترفيو. طبعا في ناس بتترفض، يعني لو واحد مش مناسب، لو جاي لي مثلا طالب جامعي بقول له لا يا ابني انت مهنتنا المفروض تتبهدل، تبقى شكلك على طول بايظ، ما ينفعش الموضوع ده هياثر على دراستك. يعني احنا المهنه الوحيده في العالم اللي ما فيهاش اي عنصريه، احنا الاطراف اللي بيحصل عنصريه ضدهم وتنمر ضدهم بره احنا عندنا هم دول التوب في المهنه. الاطفال كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصه دول اهم ناس لان هم اللي بيجذبوا تعاطف اكتر. والله حته الاطفال يعني في ناس بتخطف الاطفال وفي اهالي هم اللي بيسرحوا اولادهم، انا طبعا ما بقبلش حته الخطف دي، لكن لو اهالي عايزه تسرح اولادها ما بقدرش اقول لها حاجه. يعني احنا بنقدم عرض مسرحي في الشارع، احنا زينا زي الممثلين بالظبط، لينا ادوار بنحفظها وبنروح نأديها. انت ليه ما بتقولش للطفل اللي بيمثل ان هم بيستغلوا براءته؟ الاكسسوارز مثلا يعني بيبقى معاك شنطه ادويه زي دي مثلا، مش مهم يبقى فيها ادويه، ممكن تحط فيها باكل بان، بس المهم يبقى معاك شنطه كده تحس ان هي جايه من صيدليه. ممكن برده يبقى معاك شهاده مرضيه، ممكن يبقى معاك مثلا تحاليل اشعه. يعني اكتر ازمتين بيواجهوني دلوقتي هي ازمه الشحاتين الجدد اللي بيشتغلوا في الموضوع كمهنه، مش حابين الموضوع من جوه، فما بيدهوش احسن من طاقتهم. القصص بتاعتهم حتى بتبقى ممله، يجي يدخل عليك دخلت والله انا ابن ناس جدا ومع 4 مليون في البنك وجدي كان الملك فاروق وحفيد الملك لويس التاسع عشر بس محفظته وقعت مني وعايز فلوس. فين التعاطف؟ الناس هتتعاطف معاك ازاي؟ برضو من المشاكل الثبات في نفس المكان. يعني انا كل يوم وانا مروح بالعربيه بلاقي ست قاعده في نفس المكان في نفس الساعه بتعيط بنفس الطريقه. طب الناس صدقتك مره، صدقتك مرتين، مش هتصدقك الثالثه، فاهماني؟ برضو ما بيهتموش بلبسهم، يعني ما ينفعش تبقى داخلني لابس قميص وبنطلون مش شغال في بنك. يعني حاجه عايز اقولها، بشكر كل الناس اللي ساعدوني في الاوتفيت اللي انا فيه ده، الاكسسوارز دي من صيدليه صبري واولاده، الدريسنج من صبري البحيري، الميك اب من صبري ارتست، والشعر من عم صبري الحلاق اللي تحت ايدنا. برضو من اكتر الحاجات اللي بتضايقني شحاتين المواسم اللي يجوا يشتغلوا في رمضان وفي العيد. كنت فين انت في يوم 3 عادي في اغسطس في عز الحر وانا واقف بشحت من الناس؟ كنت نايم في بيتكم، فما تجيش تاخد رزقي بقى في رمضان، واخد بالك؟ من الحاجات الطريفه لما بسمع مثلا اتنين بيتناقشوا مع بعض، مثلا يقول له ايه ما تديلوش يا عم ده انا الصف الثاني، يقول له ايه يا عم انا بعمل ربنا. ايوه انا بحب الناس اللي بتعمل ربنا، اديني صداقتك وانا اتصرف بيها زي ما انا عايز. مهنتنا حلال 100%، طبعا انا طول الوقت اصلا باخد حسنات، طول الوقت بدعي الناس غريبه انا ما اعرفهمش. شوفي الاهتمام بالتفاصيل، شوفي الحته دي مش باينه بس الاهتمام بالتفاصيل اهم حاجه، الاهتمام بالتفاصيل.